في الحقيقة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير استحدث تجربة لأول مرة تحدث، وهي تدشين سينما المكفوفين. السينما دي بتستهدف في تقديم عدد كبير من الفرص عشان تدمج ذوي الهمم في المجتمع. وخلال فعاليات المؤتمر ده تم بالفعل عرض 4 أفلام بحضور عدد كبير من المكفوفين، بجانب تواجد عدد كبير أيضا من الفنانين في صالة العرض. خلونا نعرف تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف دلوقتي الفنان محمد جلال، مؤسس برنامج سينما المكفوفين بمهرجان الأسكندرية للفيلم القصير. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا أستاذ بسنت، وصباح الخير على الأستاذ مصطفى. يعني يمكن صباح الخير على مصر كلها وكل فريق العمل. حضرتك صباح الخير عليك. يعني يمكن احنا قبل الهوا كنا بنتكلم انا ومصطفى، وهو كان عنده سؤال يعني هسأله على لسانه، عايزين نعرف ازاي السينما للمكفوفين، يعني ايه طبيعتها، ازاي بتقدم رساله لذوي القدرات الخاصه. هو السؤال ده طبعا كان اي حد بقول له على الفكره كان بيسأله لي. انا نفسي لما سمعت بالموضوع من عن طريق احد الاصدقاء من المغرب، وهي الاعلاميه هناء العيدي، كنت بقول لها من حوالي 2 سنين ان انا نفسي اعمل سينما للمكفوفين علشان تبقى الفرصه متاحه لكل الناس للاستمتاع بالسينما. فقالت لي احنا حصل عندنا حاجه زي كده، فقلت لها حصلت ازاي؟ فحكيت لي التقنيه اللي بتحصل بها السينما ديت. فقعدت افكر في الموضوع في الحقيقه واشوف ايه الاليه اللي ممكن ينفذوا بيها، فاقترحته على إدارة المهرجان. في الحقيقة يعني رحبوا جدا بالفكرة. لا، إيه هي التقنية الأول؟ يعني عايزين نعرف بتتعمل إزاي؟ هي بتتعمل بثلاث طرق. الطريقة الأولانية اللي هو بيتم عرض الفيلم وبيبقى فيه مترجم للصورة، يعني بيوصفها، بيبقى فيه لكل حد سماعة وبيتم شرح الصورة السينمائية. الطريقة الثانية الفيلم بيترجم للصوره بس مش كله، يعني ما بين المشهد والمشهد بيبقى في صمت. لو في صمت وفي مساحه ان احنا نشرح الصوره كلها بنشرحها، لو ما فيش وقت ان احنا نشرح الصوره كلها بنشرح اهم حاجه موجوده واحنا شايفينها في المشهد. فاحنا عملنا الطريقه ديت، وفي نفس الوقت الموضوع ما كانش مقتصر بس على اخواتنا من المكفوفين، كان الحضور من كل الناس، وده بالفعل لقى استحسانهم. يعني حضراتكم وزعتوا زي سماعات ودن؟ لا، احنا ما وزعناش سماعات بقى، احنا عملنا الطريقه الثانيه. اللي هو احنا اتفرجنا على الفيلم مره واثنين وثلاثه وعرفنا تفاصيله وعرفنا مناطق الصمت اللي فيه، وبعد كده احنا سجلنا بصوتنا، فرغنا الفيلم وسجلنا بصوتنا، شرحنا الصورة بصوتنا يعني، وبعد كده جه بقى شغل المونتير والمكساج، حطوا الصوت في المناطق اللي فيها الوصف. حطوا الصوت في المناطق اللي فيها ايه؟ اللي فيها وصف الصورة. طب وده ظهر على الشاشة. الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة هو كله صوت، يعني المناطق اللي ما فيهاش صوت من الممثلين بيبقى فيها صوت من المعلق لشرح الصورة. دخل البطل، مسك الباب، فتح اللمبه، يعني الكلام ده بيتقال كده بالظبط، وبيتقال باللغه العاميه جدا، كاننا بنتكلم عادي خالص، كان هو بيسمع من صوت الممثل يعني. وده لقى سعاده؟ يعني كان في رد فعل من المكفوفين حوالين الامر ده؟ الحقيقه انا اتفاجئت بردود الافعال، كنتش متوقع كده يعني. انا لقيتهم بيتفاعلوا معانا اكتر من الناس الطبيعيين. طب ايه عدد الافلام المستهدف عرضها، وايه نوعيه الافلام المشاركه في المهرجان للمكفوفين؟ هي الافلام اللي المفروض بتبقى مستهدفه ان احنا نترجمها لده بيبقى لها مواصفات معينه. اولا الحوار ما يكونش فيها كبير قوي وكتير وسريع عشان يبقى فيه فرصه ان احنا نشرح الصوره. ثانيا احنا استهدفنا ان احنا يعني نعمل التجربه في الافلام المصري، لان الافلام الاجنبي احنا بنضطر نترجمها، وبعد كده لما نترجمها هنوصفها. فدي كانت تجربه يعني بدائيه، او مش بدائيه، كانت تجربه اولى للمهرجان. زائد كده ان شاء الله باذن الله احنا بنطور في الفكره لحد ما تكتمل. طب ده شيء عظيم جدا، هي بذره طبعا تقدر تبني عليها، ما فيش كلام. لكن اللي جاي ايه يعني؟ هل في نوعيات معينة من الأفلام هتستهدف بيها المكفوفين؟
هل في اتفاقات مثلا ان في دور عرض معينه تتبنى هذا النوع، ما يبقاش بس مقتصر على مهرجانات معينه علشان المكوفين يروحوا يستنوا من السنه للسنه، هم برضو بشر زينا عايزين يتفرجوا على السينما؟ اكيد طبعا. طبعا انا اتمنى ان يكون في دور عرض مخصص ليهم، والفكره دي ممكن تتاح، بس لازم تتاح من خلال دعم الدوله. لان في الاول وفي الاخر شركات الانتاج او الجهات اللي بتنتج الافلام مش هتعمل فيلم مخصص لذوي الاعاقه من اخواتنا. دعم الدوله عندك سينما الشعب اللي هي تابعه لاصول السينما بتاعت وزاره الثقافه، ده ممكن مثلاً يحصل فيها، يعني يتاخد نسخ من الافلام اللي ممكن نشرح الصوره السينمائيه بتاعتها، والنسخه دي تترجم بالطريقه اللي احنا عملناها، وبعد كده يتم عرضها بقى في بعض المحافظات او في المحافظات كلها. احنا نفسنا الفكره تجوب المحافظات كلها في الحقيقه. وده ممكن يتم على الفكره من خلال المهرجانات السينمائيه. حلو. هل في اعمار معينه بتستهدفوها؟ نعم. هل في اعمار معينه بتستهدفوها ولا يعني الموضوع مفتوح؟ لا، احنا بنختار الافلام اللي ينفع كل الناس تشوفها. هو طبعا اي مهرجان بيقدم افلامه للرقابه، والرقابه هي اللي بتحط التصنيفات وتحط الاعمار، لكن احنا اخترنا افلام للناس كلها عشان يبقى متاح للاطفال، متاح للنساء، متاح للرجال، متاح للشباب، عشان الفكره تعم على الناس كلها يعني. وهل في ايام مثلا محدده؟ احنا السنه دي عملنا يوم واحد بس، استفينا بيوم واحد علشان نشوف التجربه هتعمل ايه والتفاعل هيبقى عامل ازاي معاها. والحمد لله اليوم ده كان ناجح جدا، كان في حضور كبير قوي من الفنانين والمخرجين ومن اخواتنا من ذوي الاعاقه البصريه، وتم تغطيته بشكل كويس جدا، ولقيت فيه اهتمام كبير جدا من الاعلام في الحقيقه والصحافه، ما كنتش متوقعه يعني. طبعا انها فكره بره الصندوق خالص يعني، ما حدش توقعها بالضبط. اي حد بيسمعها بيقول ازاي هم المكفوفين بيسمعوا الفيلم، ازاي يشوفوه؟ طيب عرفني نوعيه الافلام اللي اتفرجوا عليها، يعني كانت اسمها ايه؟ اكتر فيلم تفاعلوا معاه كان عامل ازاي؟ اكتر مشهد تفاعلوا معاه سقفوا فيه، يعني احكي لي الكواليس. احكي لحضرتك، احنا كان في اربع افلام اساسيه اللي هم مشاركين في المسابقه اصلا في المهرجان، في فيلم منهم اسمه تربيه ستات، وفيلم اسمه مكالمه خاصه، وفيلم اسمه هذا اليوم، وفيلم اسمه 18/25. دي كلها افلام قصيره، الاربع افلام دول مدتهم حوالي 40 دقيقه. هم في الحقيقه تفاعلوا مع الافلام كلها كويس، وفي المناقشه بعد الافلام لقيتهم بيتناقشوا في حاجات واقعيه جدا ان احنا نتناقش فيها، وكانهم شافوا الفيلم معانا بالظبط، وكنت سعيد جدا في الحقيقه بالتجربه دي. وكمان دكتوره نيفين القباج كانت حريصه على انها تعمل مداخله تليفونيه، هنتنا فيها على المبادره ديت، وشكرتنا وشكرت اخواتنا اللي حضروا من المكفوفين، شكرت الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، وشكرت فريق عمل المهرجان كله، ووعدت بان هي يعني هتكمل معانا الدعم وهتهتم بالفكره وتطويرها. حلو جدا جدا جدا، بنتمنى من الدوله فعلا ان هي تتبنى هذا النوع من انواع الفن، وخصوصا ان مصر خدت خطوات على مستوى دول العالم في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه في عدد كبير جدا من المجالات. بنشكرك الفنان محمد جلال مؤسس برنامج سينما المكفوفين في مهرجان الاسكندريه للفيلم القصير.